مرحبا بحضراتكم من جديد. اسبوع رياضي كروي بامتياز. هنخلينا كده نشوف ايه اللي بيحصل في الكوره ان كان العالميه او المصريه مع عمرو عزت الناقد الرياضي. صباح الخير عليك يا عمرو، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمانه، وصباح الخير يا احمد. صباح الخير، مبسوط اني معاكم في صباح الخير يا مصر. احنا مبسوطين اكتر، منورنا. بس خلينا نبدا معاك من دوري الابطال. عايزين نعرف منك، شفت مباريات لحد دلوقتي ايه المفاجئ فيها؟ ايه اللي كان متوقع؟ يعني شفت كده يعني قراءه عامه للمباريات اللي حصلت. والله هو اول جولتين اتلعبوا، يعني مش هنقول ان في مفاجآت كتير في الجوله الثانيه زي الاولى. يعني الجوله الاولى مثلا خساره زي بتاعه ليفربول قدام نابولي 4-1، دي مفاجاه كبيره جدا كانش حد يتوقعها. لكن الجوله الثانيه تقريبا نتائج منطقيه، يعني بايرن كسب برشلونه، الريال كسب لايبزيج، ما فيش اي حاجه مثلا غير بنفيكا ويوفنتوس، ان يوفنتوس يخسر على ارضه 2-1. بس لما نبص للماتش نفسه هتلاقي ان كان ممكن الماتش يخلص 4-5، يعني هو كنتيجه في حد ذاتها ان يوفنتوس يخسر 2-1 على ارضه دي حاجه مفاجاه اكيد. لكن صحيح. الماتش نفسه السيناريو بتاعه لا، كان ممكن بنفيكا يكسب 4-5. في تعادل زي تشيلسي على ارضه مع اول ماتش مع المدرب الجديد جيرهام بوتا، برضو ده من المفاجات، يعني كانش حد يتوقع ان تشيلسي يتعادل مع سالزبورج. لكن غير كده بقيه النتائج تقريبا كلها منطقيه. طيب عاوز اعرف تحديدا مانشستر سيتي، شايف مانشستر سيتي ازاي واللي بيعمله هالاند؟ يعني اعتقد برضو مفاجاه لمانشستر في الموسم ده تحديدا، شايفه هيوصل لحد فين؟ والله هو هالاند يعني تقريبا حتى الان مش مقتنع ان هي لعبه، يعني هو يعني المفروض يعني ياخد باله ان هو كل الماتشات واخدها بجد. يعني الجون اللي هو جايبه ده يعني هو بيطيق الكره عاليه مثلا في فوق مستوى رؤوس اللاعبين، هو بيطير يحطها برجله، يعني طاير في الهواء يحطها برجله. الجون يعني خرافي بصراحه، ومثلا مش اول مره في البلاي ستيشن. ما تقولش ان هي صدفه مثلا عشان مره، لا ده بيعملها على طول من ايام دورتموند. يعني هالاند بصراحه الصوره يمكن قدامنا مقدم موسم يعني خيالي حتى الان مع مانشستر سيتي، خصوصا كمان انه بيلعب وراه يعني كتيبه من النجوم، يعني كل الناس دي بتخدم عليه، دي بروين، محرز، فودن، يعني اي حد من الناس دي مثلا بيديله الكوره وهو خلاص دلوقتي يعني اتاقلم بسرعه جدا مع جوارديولا. عاده جوارديولا حتى ما بيلعبش براس حربه صريح، بس هو قادر يفرض نفسه على جوارديولا. جوارديولا من ايام برشلونه ما بيحبش يلعب راس حربه صريح، دايما عنده تدوير في اللعيبه. لا هالاند فارض نفسه اساسي على كل في كل الماتشات، يعني ومؤدي موسم هايل بصراحه. طيب خلينا بقى يعني نروح للحقيقة، كان ماتش مهم جدا، يمكن هو قمة الجولة الثانية، الماتش ما بين بايرن وبرشلونة. عايز اسألك عن الماتش ده، وكمان انت شايف النتيجة ازاي؟ هل النتيجة دي بتعبر فعلا عن سير المباراة؟ والله هو سيناريو الماتش يعني يتقسم اتنين، الشوط الأول والشوط الثاني. الشوط الأول كان كله لصالح برشلونة، يعني برشلونة لو كان سجل أي فرصة من الفرص اللي جات له كان ممكن النتيجة تختلف. برشلونه كان ماسك الماتش على بايرن ميونخ في الشوط الاول حلو جدا، يعني بصوره غير متوقعه حتى، ان انت مثلا يعني تاريخيا بايرن في دوري الابطال اعلى من برشلونه في النتائج المباشره بينهم، خصوصا بعد كمان ماتش الثمانيه عمل شرخ كبير بين الفريقين يعني. فالماتش ده كان كمان جه بعده ماتشين 3-0 و3-0، فالماتش ده كان برشلونه داخل بشكل جديد، كان عايز يعمل حاجه. الشوط الاول جات له اكتر من فرصه، لو كان ليفاندوفسكي سجل اي واحده فيهم كان النتيجه هتفرق، بس خلاص طالما ما سجلتش في البايرن الشوط الاول والشوط الثاني دخلت خلاص، الخبره اعلى بتاعت بايرن ميونخ من فرصتين قدروا يخلصوا الماتش كله خلاص. وبعد 2-0 الماتش هدي تقريبا، ما بقاش فيه هجمات يعني. طب تعالى نروح بقى للريال، احنا شايفين يعني فوزين ورا بعض وشباك نظيفه، شايف لو هيكمل بنفس الاداء ده وممكن يحسم اللقب؟ والله هو الريال طول ما هو في البطوله ممكن يحسم، يعني طول ما هو ما خرجش هو بيفضل مرشح، يعني حتى لو مستواه ايه مثلا. يعني السنه اللي فاتت الريال تقريبا مطلع كل الكبار المرشحين، يعني مثلا تبقى النتيجه 90 والدقيقه 90 وتقول خلاص ان الريال مش صعب يسجل جونين، تلاقيه لا بيسجل جونين ممكن، وتلاقيه راح وقت اضافي فالريال لا، يعني في دوري الابطال يعني حاجه مختلفه تماما، يعني لحد اخر دقيقه في اخر ماتش الريال طول ما هو في البطوله هو مرشح على طول، يعني من اول ثلاث مرشحين حتى مهما كان مستواه ايه، مهما كانت اللعيبه ايه الموجوده. بيفكرني مع الفارق، طب بيفكرني مع بالاهلي زمان بالظبط، يعني هو يعني دقيقه 90 بالظبط. يعني طول ما الاهلي برده في نهائي دوري ابطال افريقيا
فهو مرشح ان هو ياخد البطوله. فالريال ماشي كويس جدا، كسبان اول ماتشين. الريال مش بيقدم الاداء اللي هو الخرافي، بس بيعرف يكسب. يعني متواصل لحاله يعني جماهير الريال تبقى قاعده تتفرج اللي هو ايه، يعني هنسجل يعني كده كده هيجي جول يعني في الماتش ده الاخير. مطمنين الدقيقه لحد 80 نتيجه 0-0 وفي اخر 10 دقائق سجلوا جونين، فانت بتبقى يعني قاعد يعني عارف ان الريال هيسجل يعني. وده في كل الماتشات تقريبا الشوط الثاني تحديدا بتاع الريال سواء في الليجا او في دوري الابطال يعني الاداء بيختلف. ممكن الشوط الاول تلاقي الريال مش موجود. شايف ده ايه؟ لعيبه ما بتيأس، اراده، يعني السبب فيه ايه برضه؟ حاجه غريبه يعني. خبره كبيره، التيشيرت نفسه في دوري الابطال لا ليه رهبه يعني اكيد. يعني مهما كان بيلعب فرق كانت اتقل منه كتير جدا السنه اللي فاتت. يعني شفنا باريس وتشيلسي والسيتي الثلاثه على الورق كانوا اتقل من، وليفربول في النهائي يعني الاربعه تقريبا على الورق اتقل من ريال مدريد كافراد او كخبره مثلا كلعيبه يعني. لكن الريال في دوري الابطال لا عنده يعني حاجه مختلفه، يعني قدر يخلص الاربع ماتشات اربع فرق كبيره كانت مرشحه، لكن الريال طبعا هيفضل هو رقم واحد يعني. صحيح. طيب هروح معاك بقى ليوفنتوس. يوفنتوس من الانديه اللي ليه برضو قاعده جماهيريه مش بسيطه، لكن للاسف هو يعني دلوقتي هو بيعاني خاصه بعد خسارته الاول ماتشين، وبقى في صعوبه طبعا هو يصعد دور 16. والله يوفنتوس يعني مقدم موسم مش كويس ابدا، يعني على الرغم ان هو يعني عمل صفقات كتير في بدايه الموسم بس كنتائج مش الدنيا مش افضل شيء يعني. المجموعه كمان دلوقتي باريس 6 نقط وبنفيكا 6 نقط ويوفنتوس ولا نقطه، يعني اول مره في تاريخه يخسر اول ماتشين في دوري الابطال ما يجيبش ولا نقطه. ففرصه اعتقد هتبقى صعبه، خصوصا ان بنفيكا كمان يعني بالماتش بتاع يوفنتوس لا بنفيكا كان زي ما قلت ان هو ممكن يخلص الماتش 4-5 في ارض يوفنتوس يعني. فيوفنتوس الصراع يعني شايف السبب الرئيسي هو أليجري المدرب، يعني تحس ان في جمود يعني فكري اللي هو خلاص مثلا لسه نفس الخطط اللي مثلا من حوالي 6-7 سنين لسه احنا واقفين عند نفس الحته، مش بيطور اللعيبه يعني. مش انه زي ما البعض تحدث انه الصفقات ما كانتش يعني مجديه بالشكل الكبير او 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 لا، هو يوفنتوس جايب صفقات كويسه جدا بس زي ما في جمود فكري يعني. يوفنتوس جايب دي ماريا، جايب بوجبا، جايب كوستيتش، وفي ميليك غير فلاوفيتش السنه اللي فاتت. لا ففي لعيبه كتير حلوه يعني في يوفنتوس، لكن مفيش تطوير فني، مفيش يعني هي في خطه واحده محطوطه، مفيش يعني مفيش زي ما بقول يعني في جمود، حاله جمود مع أليجري يعني. بس يعني متوقع ان هم المفروض يفوق يعني. يوفنتوس مهما كان اللعيبه ايه بس ده اسمه يوفنتوس، هو مثلا واحد من اكبر الفرق في ايطاليا، فالمتوقع ان هم يفوقوا الفتره الجايه، والا هنشوف ممكن أليجري يمشي. في مدربين قاعدين بره على الخط مثلا مستنيه، واحد زي توخيل لسه ماشي من تشيلسي ممكن يبقى مرشح، زيدان اذا طبعا زيدان يعني حلمه ان هو يروح فرنسا او كده، بس ممكن لو اقنعوه انه خصوصا انه لعب في اليوفنتوس قبل كده ان هو يجي ينقذ اليوفنتوس. لكن بالمنظر ده ما اعتقدش أليجري هيكمل الموسم.